لو نفسك تقضي رحلة في واحدة من أجمل المدن الأوروبية وتستمتع بلحظات مختلفة من العراقة والعصرية، يبقى تابعنا في حلقة النهاردة لأننا هنعرفك على أهم مزارات سياحية ممكن تزورها في بودابست. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. بودابست عاصمة المجر وأشهر مدنها. مش بس كده، دي كمان بتعتبر من ضمن أشهر المدن في أوروبا الشرقية، عشان كده بيطلق عليها باريس الشرق. بتتميز بودابست بأنها بتمتد على نهر الدانوب، وهي كمان موطن لكتير من مواقع التراث اللي بيعتمدها اليونسكو، ده بالإضافة لأنها مدينة هتسحرك بجمال فنونها ومعمارها وثقافتها ومعالمها السياحية. ومن أشهر المعالم دي هي حديقة حيوان بودابست، ودي من أجمل الأماكن الترفيهية اللي هتقدر تزورها في بودابست، خاصة لو كنت مع أسرتك. الحديقة بتعتبر من أقدم الحدائق مش بس في بودابست، ده في المجر كلها، فهي موجودة من أكتر من 150 سنة. بتتميز الحديقة بأنها بتضم أكتر من 1000 نوع من حيوانات السافانا الأفريقية وحيوانات القطب الشمالي، ده غير أنها بتوفر لكل الحيوانات بيئة متكاملة بتتشابه مع بيئتهم الأصلية، بالإضافة لأنها بتحتوي على حوالي 2000 نوع من النباتات المختلفة الخلابة. الحديقة اهتمت بجميع زوارها وعلى الأخص الأطفال، عشان كده قامت بتوفير قاعة كبيرة على مساحة 3000 متر تقريباً، علشان تقدم محتويات ترفيهية ممتعة وبرامج تفاعلية شيقة يستمتع بيها الصغير والكبير. ومن أفضل الأنشطة اللي ممكن تقوم بيها في بودابست هي زيارة الحمامات الحرارية. بتشتهر بودابست بحماماتها الحرارية اللي بتستخدم للعلاجات المختلفة، فهي بتضم عدد مهول من الحمامات الحرارية اللي بيرجع تاريخ كتير منها للقرن الـ16. فوانت هناك هتقدر انك تزور حمام سيزي شيني، حمام جاليروت، حمام رودس، حمام لوكاتش، وغيرهم كتير وكتير من الحمامات الحرارية العلاجية والاسترخائية، عشان كده بيتردد عليها عدد كبير من السياح. وانت هناك خليك حريص على ارتداء ملابس السباحة وتجنب البقاء في الحمامات الحرارية دي أكتر من 20 دقيقة. من الأماكن المرحة ليك ولأسرتك في بودابست هي سيتي بارك. سيتي بارك بودابست هي واحدة من أشهر مواقع التراث العالمية في المجر. بتتمتع بمساحة هائلة بتزيد عن 300 فدان، وبتضم وجهات ترفيهية مختلفة وممتعة، وكمان بحيرة مرحة هتقدر تعيش فيها أوقات مميزة من جولات لطيفة بالقوارب. بالإضافة لأن سيتي بارك في بودابست بتوفر ملعب خاص للأطفال عشان تضمن أجمل الأوقات من السعادة والمرح ليك ولكل أفراد أسرتك. ومن ألطف الأماكن اللي هتستمتع بيها في بودابست هي جزيرة مارجريت. الجزيرة بتقع على نهر الدانوب على مساحة بتوصل لحوالي 3 كيلومتر، وهي عبارة عن جزيرة موجودة في الهواء الطلق المنعش، وبتعتبر من ضمن المنتجعات الصحية الحرارية اللي بتتميز بيها بودابست. الجزيرة هتوفر لك أكبر قدر من الاستجمام والمناخ الصحي الآمن، وده لأنها بتمنع حركات المرور الآلية في جميع خطوطها باستثناء خط واحد بس بيكون مخصص للحافلات. وخليك عارف إنك وإنت في جزيرة مارجريت هتستمتع بمجموعة من المزارات والأماكن السياحية اللي هتأثرك بجمالها، وكمان فيها الحديقة اليابانية والحديقة البرية مع مجموعة من المطاعم اللذيذة الشهية والفنادق اللي هتوفر لك مجموعة فخمة من أماكن الإقامة. ولو كنت من عشاق الفنون المتنوعة والثقافات المختلفة، فيبقى لازم تزور دار الأوبرا المجرية. المكان ده بيعتبر موطن عريق بيجمع أهم الأحداث الفنية والثقافية في المدينة، واللي بيوصل تاريخه لأكتر من 130 سنة. هتستمتع فيه بعروض متنوعة ومسلية من الفنون المختلفة الممتعة، في قاعة على شكل حدوة حصان بتتسع لأكتر من 1000 متفرج. المبنى أول ما تشوفه هيدهشك بجمال تصميمه وروعة معماره من الداخل والخارج،
بالإضافة للي هتشوفه أول ما هتدخل المبنى من أعمال فنية ومنحوتات مذهلة لأهم فنانين المجر. ولو حبيت تاخد صور تذكارية مميزة فاحنا بننصحك تزور ساحة الأبطال، المكان اللي بيضم أروع وأجمل الأعمال والمنحوتات الفنية من التماثيل المذهلة لأشهر أبطال دولة المجر. وآخر مكان معانا النهاردة بودابست هو قاعة السوق المركزي. بصراحة كده ما ينفعش تزور بودابست من غير ما تقضي جولة هايلة من الشوبينج والمرح جوه أقدم وأعرق سوق في المدينة. السوق بيضم مجموعة كبيرة من المحلات التجارية بمختلف البضائع لمختلف الأذواق وبأسعار متفاوتة، فكل اللي هتحتاجه ونفسك فيه جوه السوق ده هتلاقيه. وبكده نكون قدمنا لكم 7 من أهم المعالم الموجودة في بودابست، وخليكوا عارفين إن لسه في كتير وكتير من الأماكن المذهلة اللي هتستمتعوا بيها وانتوا في بودابست. لو عجبتكم حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من منفيس.